يضرب بيد من حديد في هذا السباق المحلي التاسع. المتحدة تختطف الشوط الرئيسي. سلام يا المتحدة سلام. تهانينا لحمد بن محمد بن ماجد آل بريس على هذا الفوز. ماجد بن محمد بن حلفان ألف مبروك فوز المتحدة واختطافه للشوط الرئيسي أقوى شوط. الله يبارك فيك أبو بريك. يا مرحبا ومسهلا. وش سلالتها؟ سلالتها المتحدة الأم مهجرة من إنتاج ماجد بن هادي أصبيح وبيها المتحد بير خالد بن سعيد الهاجل. مشاركتها قبل شو؟ مشاركتها عندها عدة سباقات العام، عندها عدة سباقات في ميدان السعودية، والسنة دي عندها عدة سباقات في ميدان الجزيرة، واليوم أول مشاركة لها هنا في ميدان الشحنية. المتحدة واجهت الليلة ضغط وضغط قوي من خود بكرة بالراية، ولكن المتحدة صمدت في الأمتار الأخيرة في أمتار الضغط. كيف شفت الشوط الليلة؟ وأعتقد خود ضغطت عليك من الليل. نعم الشوط قوي، لكن الحمد لله الله وفق تسهل الحمد لله. الإنجاز وأنا مسلم تهدي هديه لمحبين الشعار وأهل المملكة. استعدادك الختاميات؟ نقول إن شاء الله مستعدين والتوفيق عند الله. ياسر مذخور يا سلام يعبر العابر بالمركز الأول. مذخور يحاول ولكن العابر عبر العابر بناموس الشوط. سلام يا العابر سلام. تهانينا لبندر بن زيد بن راشد الحسناء على هذا الفوز المستحق. عبد الهادي بن زيد الشراب ألف مبروك فوز العابر واختطافه للشوط الرئيسي. عليك خير، تستاهل خير يا أبو بريك. أيضا معنا الشاعر علي بن حزام. مرحبا يا أبو حزام، ونقول تستاهل ناموس العابر. تستاهل خير وعافية يا أبو بريك. نرجع لعبد الهادي. عبد الهادي وش سلالة العابر؟ متعب بن سبعان أمه بنت غزيلان ولد المتحد. ومشاركاته قبل الشوط الليلة؟ ما عنده دخولات هنا في قطر، كلها في ميدان الدول. الشوط الرئيسي شوط صعب، شوط قوي، حضرت فيها أقوى القعدان. كيف شفت أداء العابر في هذا الشوط الرئيسي، وهل توقعت منه العرض اللي شفناه الليلة؟ أتوقع منها أكثر بعد، لكن الحمد لله حقق إنجاز اليوم الحمد لله على كل حال، توفيق من الله. أبو حزام كيف شفت الشوط الرئيسي سواء القعدان أو البكار؟ والله الأشواط الرئيسية قوية جدا، ولا حد محضر في الأشواط الرئيسية هلا مطية واثق منها ومتأكد أنها تأخذ. أبو حزام بما أنك شاعر، ما عندك شيء من الأبيات في الهجن ولا في هذا المجال؟ حيحضرك شيء ولا؟ والله ما حضرني شيء من الحين من الأبيات، لكن أبشر بالعوض إن شاء الله. توعدنا إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله إن شاء الله. بيض الله بيض الله وجه. ووجهك نهداك ووجه. أبو زيد لمن تهدي الناموس؟ أهديه لأهالي ميدان الدور ولأخوي سعود بن زيد وبندر بن زيد وأخوي محمد بن زيد. تجعله ناموس دائما وعبد الهادي، وشكرا جزيلا. الله يطول عمرك.